الجهاد الذي شرعه الله عز وجل ماض إلى يوم القيامة، وهو لم يكن في يوم ما جرا للناس إلى عقيدة لا يعتقدون بها أصلا. هل جر ما بيفيدهم يوم القيامة؟ ما بيفيدهم إطلاقا. الذي يفيد العبد إيمانه القلبي الذي انبثق من كيانه بسائق من القرار الذاتي. شو الفائدة إذا جريت تب إلى الإسلام؟ أليس هو القائل لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. انظروا أيها الإخوة، لا إكراه في الدين، لا نافي مناهي، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدينونة أين مكانها؟ أين مكان الدينونة؟ القلب. هل يتأتى أن تكره قلب زيد من الناس على عقيدة لا يؤمن بها؟ هذا معنى قول لا إكراه، أي لا يتأتى الإكراه في الدين. لذلك خبر، والخبر لا ينسخ. ناس قالوا نسخ، لا، هذا ليس نهيا حتى ينسخ، هو خبر، والخبر لا ينسخ.